نارين بيوتي تحتفل بعيد ميلادها للمرة الثانية مع عائلتها، ولكن هالمرة بمطعم حبيبها السري الخاص. نعم مثل ما سمعتوا، فمن بعد ما احتفلت نارين بيوتي بعيد ميلادها 23 بحفلة كتير كبيرة بصحراء دبي بحضور عدد كبير من أصدقائها اليوتيوبرز، انتشرت عدة إشاعات زعم فيها البعض عن خطوبة نارين بيوتي اللي كانت جزء من الحفلة، ولكن امتنع الحضور عن تصويرها لتبقى سر حسب حكي البعض. لا تزيد وتكبر هالإشاعات أكثر مع تداول الفيديوهات والتحقيقات من طرف الجمهور، مثل بكاء لانا ولين خلال الحفل والصندوق الغامض ولافتة إمتى العرس اللي حكينا عنهم بفيديو سابق، وزادت أكثر وأكثر من بعد ما احتفلت عائلة البيوتي بعيد ميلاد نارين للمرة الثانية، ولكن هالمرة زعم البعض أنها كانت بمطعم حبيب نارين السري الخاص، والأجواء كانت جدا خيالية. فهل برأيكم أن المطعم بيعود لخطيب نارين أم هي مجرد إشاعات وفقط؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. عاملين فاميلي دينر هون بريا بمناسبة العيد ميلاد، والله ما مبطل يخلص العيد ميلاد. هلو بكرة في عيد ميلاد كمان؟ لا خلص اليوم بس. شوفوا الستة شو حلوة، جابولنا هالورد من البيت. شو؟ عيد ميلاد 24 23 counts for 2 years. لا لا كل سنة لحا إذا بتريد. الستة بتجنن. thank you so much ريا على هالإفرت كلياتها. وهنيك جبنا البوكس حتى نعمل فوتوشوت.